السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نوجه واحد النداء وهي كرسالة لجميع شباب المنطقة ديال الإقليم اليوسفية. الشباب انتوما كتعرفوا بأن العدالة والتنمية بزاف ديال الناس من الشعب ما بقاش بغاها. هذا الحزب اللي كل شيء فقد فيه الثقة، هذا الحزب اللي حنا دابا غنهضروا عليه على صعيد الإقليم ديالنا، هذا الحزب اللي حنا كنعرفوه في الولايات السابقة، في الأول كان هو اللي كان مع مبروك، هو اللي كان معاه في جميع الصلاحيات في المكاتب اللي مع مبروك، يعني المجلس البلدي اللي كان سابق كان فيه مبروك، كانوا معاه صحاب العدل والتنميه. ودابا حاليا كاين السي نافع هو الرئيس ديال المجلس البلدي ودار به العدل والتنميه. هاد الناس راه ما شفنا منهم والو في الاقليم، هاد الاقليم اللي كنا كنتسناو منه يوصل كجماعه رحامنا. شوفوا عاد الشماعيه، شوفوا اسفي، شوفوا المدن المجاوره اللي كدور بينا، وشوفوا الفرق بينها وبين هاد المدن. هاد الحزب اللي دابا جا كيضحك علينا واللي حاسب المغالطات، هاد الحزب راه كيضحك علينا كما كيضحك على المغاربه، كيلعبوا واحد الورقه كما كيلعب جميع الاوراق السياسيه. جايبين لنا السيد ميلود مهريه باش يرشحوا في اليوسفيه. خاصكم تعرفوا بان الحزب العداله والتنميه راه انتهى وراه ما غاديش يوصل للحكومه، وبما انه هاد الحزب ما غيوصلش حنا وصل في اليوسفيه، اشنو غيدير اليوسفيه اللي هو اصلا ما دار فيها والو؟ حنا بغينا شي حزب اللي وصل اللي تكون عنده الكلمه ديالو في الحكومه باش يقدر يتكلم على هاد البلاد ويوصلها ويهضر على ساكنه الاقليم. نهضروا على هذا الموضوع ديال اللي حجم مغالطات عن السيد ميلود مهريه. هاد السيد ميلود مهريه ورسالتي شباب الاقليم خاصه اللي كيعاني من الفقر والتهميش والبطاله، نهضروا بكل صراحه، هاد السيد اشنو دار ليوسفيه؟ اشنو دار؟ ما دفع على هذا الشخص للمدينه؟ لا تنخدعوا، لا تنخدعوا، وابحثوا عن الواقع المر الذي تعيش فيه شباب الاقليم والساكنه. هاد السيد مهري احضرته العدل والتنمية كي تستغل له كورقة ناجحة للوصول الى البرلمان. انا هي البصمات التي يتحدثون عنها؟ واش البصمات اللي كيقولوا ديال المهرية هي الشانطيات اللي دارنا في ديونصارة، ولا هي الجردة الطويلة اللي دار لينا؟ اشنو دارين هاد السيد ميلود مهرية والشباب الاقليم وفيقو وعيقو؟ وما يبقاش يجي واحد ما تتبعوش الهضرة ديال اللي كيروجوا هما. راه هاد السيد راه ما دار لكم والو، راه هاد السيد هو اللي سد لي روسيت ديال لوسيبي، هو اللي قام تقليص عدد العمال في اقليم يوسفيه. هاد السيد هو اللي قام تقليص عدد العمال في اقليم يوسفيه بعد ما كانت الالاف كتشتغل في اقليم يوسفيه، ولات واحد النسبه قليله في عهده، في عهد هذاك السيد، في هذاك العهد اللي كان هو خدام مدير ديال المكتب الشريف في الفوسفات، في هذيك الوقيته تم تقليص عدد العمال ديال اقليم يوسفيه. هذا الشيء اللي ضرب الاقتصاد ديال هذه المدينه وخلاها اللور اللور. وكيجي وكيقول لكم هذا السيد عنده بصمات في المدينه، هذا السيد راه ما دار لكم والو، راه ديال الحقيقه اللي خاصكم تعرفوها. هذا السيد هو اللي قام بتقليص عدد العمال في المكتب الشريف للفوسفات، حتى ولات اليوسفيه فيها واحد النسبه قليله ديال الناس اللي خدامين في اوسيبي. واش بغيتو تفهموا؟ كيقول لكم هاد السيد راه قضى على اقتصاد هاد المنطقه ديال الاقليم بصفه عامه. ما كنهضرش على اليوسفيه بوحديتها، بالعكس كنهضر كما كنهضر على اليوسفيه كنهضر على المناطق المجاوره بما فيهم جماعه الكونتور اللي كانت كتستافد من المليار اللي كان كيعطيها المكتب الشريف للفوسفات، وهذاك اللي كان كيعطيها الجماعه اللي كانت بطبيعه الحال كانت كما بين جماعه اليوسفيه وجماعه اقليم سيدي احمد اللي هي جماعه القنسور. يعني هذيك فلوس حيدها هو، ما بقاش كيعطيها لهم، ولكن هذيك فلوس ملي تحيدات وما بقاش كيعطيها لهم، واش استثمرها في شي مشاريع مدره للدخل كتنفع الشباب ديال اليوسفيه؟ لا. اش غنديروا حنايا بجردة الطويله؟ واش نمشيو نقضيو فيها الوقت ديال البطاله اللي حنايا كنعانيو منه؟ واش الشباب فيقوا عيقوا؟ هذا السيد اللي كيقول لكم عنده بصمات اليوسفيه راه هو اللي خرج على اليوسفيه واليوم جاي باغي يترشح فيها. هذا السيد اصلا دابا راه ما كيعيش في المغرب، كيعيش في بلجيكا، وحنايا اش غنديروا بواحد اصلا ماشي منا، ما عايش معانا، بين يحل لنا المشاكل ديالنا؟ واش هاد السيد عايش معانا؟ واش كيعيش الواقع اللي كيعيشو الشاب اليوسفي؟ واش كيعيش الواقع اللي كيعيشو الناس ديال اليوسفيه وسيد احمد؟ واش كيعيش الواقع اللي كيعيشو الناس ديال الاقليم؟ واش كيعرف المشاكل ديالنا؟ واش كيعرف اشنو كنديروا حنا؟ واحد النداء. دابا الاغلبيه ديال الناس غينتقدوني على هاد الرساله وغيقول لك انت منتمي للبام ولهذا كتهضر. انا البام انتميت ليه في رمضان رسميا، كان كيعجبني هذا الحزب شحال هذا، ولكن انتميت ليه رسميا في رمضان. خاصكم تعرفوا بان الانتخابات اللي فاتت راني صوتت على العدل والتنميه، ولكن من بعد ما داروا ميني وصلوا للمجلس واتحدوا مع العدل والتنميه
عاد ولا التلميه دارت مع مبروك، يعني مبروك انا واحد الانسان اللي كنشوفوه ما دار والو ليوسفيه، وعاودوا هما يا داروا معاه الليد تما راه فقد الثقه. ماشي انا اللي فقدت الثقه، راه بزاف ديال الناس ملي شافوا التلميه رجعت مع مبروك فقدوا فيهم الثقه، فقدوا فيهم الثقه في يوسفيه كما فاقدينها جميع المغاربه. بلا ما يبقى يضحكوا علينا، راه هاد الناس راه ما غيديروا لنا والو. وبلا وكنوجه النداء ديالي للشباب بهاد النقطه اللي قلت لكم، بان سولوا مزيان على هاد المهريه باش تعرفوا التفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. ما تبقاوش عايشين في مغالطات اللي كيضحكوا عليكم بها، ما تبقاوش عايشين في داكشي اللي كيروجوه هما، كيروجوه باش هما يستافدوا. اسيدي انا بالنسبه ليا ما غنصوتش هاد العام على العداله والتنميه، صوت لها العام اللي فات كنت كنصوت لها السنوات الماضيه، هاد العام ما غنصوتش عليها. وانا حاليا انتميت لحزب الاسرى والمعاصره، وهذا الحزب اللي تقت فيه مزيان وغنساندو، واللي بغى يوقف معانا ويساند حزب الاسرى والمعاصره مرحبا. راه هذا هو الحزب اللي كنتمناو فيه التغيير، هذا هو الحزب اللي كنتمناو كنشوفو فيه المستقبل ديال هاد البلاد اللي خرجت عليها الحكومه ديال بن كيران وغرقتها في الكريديات، ما شفنا منها والو. دمرت التقاعد، حيدات صندوق المقاصه، زادت في كل شيء، قضات على الطبقه الفقيره. اخر حاجه هي ما شفت واحد الفيديو ديال السيد بن كيران كيشبه الشعب المغربي بالكراد، الكراد اللي لاصق في الكلب. تبارك الله عليك السيد بن كيران، حنا كراد لاصقين في الكلب، تبارك الله عليك. والله لا طفرتي هذا العام، وانا وراك وراك، وما غتنجحش هذا العام، وكما كاع المغاربه ما بقاوش بغاك. وهذا العام والشباب ديال اليوسفيه سولوا مزيان، وتاكدوا من الهضره اللي قلت لكم، تاكدوا من الهضره اللي قلت لكم.